ومهرجان الدولي للسينما في مراكش مهرجان اللي كيكتسي واحد صبغة دولية، مهرجان اللي لمعان ديالو كيزيد سنة بعد سنة. هذا المهرجان اللي تل البروغراماسيون ديالو الأفلام أنها من طينة الأفلام العالمية اللي كتخول الجمهور المغربي وخاصة الجمهور المراكشي أن يشوف أفلام ما كيشوفهاش في القاعات السينمائية. من الرقية حرة كاين الزحلي واحد صعيصحة كما كنقولوا حنا باللغة العامية اللي كيحب غير راسو وكيبغي يحكم، هادشي اللي كاين. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.